الرجاء في القلب ما كذبش عليك، لا في خريبكه لا في فاس لا في اي مدينه، ديما رجاء، الرجاء في القلب. لكن انا عندي مسؤوليه، انا عندي عقد احترافي مع اولمبيك خريبكه وكتنتظرنا مقابلات حارقه، ما عندناش فين نفكروا. فالحمد لله هذا الانتصار بالنسبه لي انا فرحان، لكن في نفس الوقت كنتمنى الرجاء ان شاء الله تفوز في الديربي، والعسكري راه كيبقى ديما رجاوي. فكنظن حنا الحمد لله الهدف ديالنا هو البقاء في قسم الوطن الاول، بهذا الانتصار هذا يعطينا دافع معنوي ان شاء الله باش نبقاو الاسبوع المقبل عندنا مقابله مهمه ضد اتحاد طنجه. فكنظن خصنا نوجدوا ونكونوا ان شاء الله في المستوى، لاننا استطعنا ان شاء الله ننتصروا على اتحاد طنجه، غادي نقدروا نضمنوا البقاء ان شاء الله في القسم الاول ان شاء الله.